ربي ربحي ان شاء الله زود بلاش. بداية قصتنا في هذه الكان مع الجماهير العربية، والانطلاقة ستكون مع جماهير المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري بين مدينتي دوالا ولمبي، فتابعوا معنا. كيف تعيشون هذا الحدث؟ أجواء احتفالية، أجواء مفعمة بالحياة، ياسر فرحة وإن شاء الله مربوحة تلمدنا التوانسة الكل. واحدة واحدة للفينال علي علي. كل شيء هون على جال تونس، وكشوف جال سفر أنا أخوي لوستي وراه تعبنا، راه نهارين قعدنا نمشي وراه باش العباد تعرف، راه مش جايين نحوسوا هنا. يا مجرمة يا مجرمة يا واحدة واحدة للفينال. بعد لقائنا مع الجماهير التونسية جاء الدور مع جماهير المنتخب الجزائري التي حضرت بقوة إلى مدينة دوالا الكاميرونية. كالعادة احنايا جمعنا المنتخب، احنا كل واحد منين في المنطقة في الجزائر جمعنا المنتخب باسكو تحت الراية الإعلام، نموتوا على الإعلام ونحبوا البلاد. مباريات بزاف عشتها وشابين، عشت تاع بوركينا فاسو من داونا، عشت كولومبيا، عشت جنيف، عشت النمسا، لا كان تاع الكابون، لا كان تاع مصر، لا كان هذه، الحمد لله ربي شرفنا الراية. إذا كانت هذه جماهير المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي هنا في الكاميرون، والسؤال المطروح هل سنشهد تتويجا عربيا جديدا بكأس إفريقيا؟